طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. في نقصان كبير ونواقص كبيره. الدستور هو وليد عمليه سياسيه عرجه، اساسا ولدت عرجه. ولدت عرجه بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفيه السياسيه، على التهميش وعلى الاقصاء وعلى المحاصص والى اخره. نعم. هاي العمليه السياسيه انتجت هذا الدستور وانتجت الاوضاع السياسيه اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول المجالس المحلية في المحافظات. سؤال: ما الذي قدمته المجالس المحلية للمواطن العراقي؟ يعني منذ العام 2003 ولغاية الآن يطرح هذا التساؤل، إن كان بالنسبة للمجالس المحلية أو البرلمان في العراق، ما الذي قدمته المجالس المحلية للمحافظات العراقية كل السنوات الماضية في ظل تراجع مستمر للخدمات المقدمة للمواطن، وفي ظل تراجع البنية التحتية لمؤسسات البلد، وفي ظل تراجع حقوق الإنسان وارتفاع معدلات الاعتقالات العشوائية؟ هل استطاعت المجالس المحلية إيصال صوت المواطن وتنفيذ مطالباته، أم أنها فقط مجالس شكلية تستنزف ميزانية الدولة بمليارات الدنانير؟ يعني مثلا يوم أمس رجحت مصادر حكومية وسياسية في العراق عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية بموعدها الذي حددته مفوضية الانتخابات نهاية العام الحالي. أكدت بأن أسبابا مالية وسياسية تحول دون ذلك، بينما يؤكد مختصون بأن أي تمديد جديد للحكومات المحلية الحالية سيشكل خرقا للقانون، وكان البرلمان قد مدد عمل الحكومات المحلية سابقا لعام ونصف العام بسبب خلافات سياسية تتعلق بقانون الانتخابات المحلية. مسؤول في مفوضية الانتخابات تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات لا تكفي لإجراء الاستعدادات الكافية لإجرائها في نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، وبين بأن الموازنة لم تراعي حاجة المفوضية لإجراء الانتخابات، وأن المبالغ المالية كما قال التي تحتاجها الإجراءات اللوجستية أكبر من التخصيصات التي حصلت عليها المفوضية من موازنة العام الحالي. أكد المصدر في المفوضية العليا للانتخابات بأنه في حال لم تحصل المفوضية على تخصيصات إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة فإن موعد الانتخابات سيؤجل حتما، وطالب الجهات المسؤولة في الحكومة والبرلمان بالتحرك لحسم هذا الملف، كونه كما قال من الملفات المهمة التي يحتاج العراق إلى حسمها. طبعا يحمل نواب الحكومة مسؤولية توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وتحدث في هذا المجال النائب مثنى أمين بأن المعطيات الحالية تؤشر إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، كما قال بسبب عوامل كثيرة منها مالية وأخرى سياسية، الأمر الذي يجعل من تأجيل الموعد إلى موعد آخر خيارا واردا وبقوة كما قال. أوضح بأن الدستور يلزم بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، ويجب أن لا يتم خرق النصوص الدستورية الواضحة في هذا الشأن كما قال. وحمل النائب أمين حمل الحكومة مسؤولية أخذ دورها بتوفير الظروف المناسبة لإجراء الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، وعدم السماح للعبث بالنصوص الدستورية. تحدث محللون في هذا المجال بأن أي تمديد جديد في عمل الحكومات المحلية سيتسبب بأزمة وخرق قانوني كما قالوا، وأكدوا بعدم وجود نص صريح يسمح بالتمديد الثالث، والذي قد يوصل التمديدات السابقة إلى أكثر من عامين،
وشددوا على ضرورة أن يتواصل البرلمان والحكومة إلى توافقات سريعة لحسم هذا الملف وأن تجري الانتخابات بموعدها المحدد وعدم الدخول بمأزق قانوني. بعض الخبراء القانونيون أشاروا إلى أن مقترح تجميد عمل مجالس المحافظات في العراق قرار صائب دستوريا وسليم شعبيا كما قالوا، وهم طبعا من المؤيدين للحكومة الحالية. قالوا بأن هذه المجالس فقدت الشرعية الدستورية والانتخابية، ولفتوا في تصريحات بأن بقاء مجالس المحافظات مخالف للقانون لأن عملها انتهى منذ أكثر من 8 أشهر. طبعا مفوضية الانتخابات حددت سابقا منتصف ديسمبر كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية. هذا الجدل حول موضوع المجالس المحلية، هناك من يتحدث عن إلغاء هذه المجالس المحلية، وهناك من يتحدث عن تمديد عمل المجالس المحلية المنتهية ولايتها. كما طرحنا أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة، ما الذي قدمته هذه المجالس المحلية إن كان للمدن أو الأقضية أو المحافظات 18 في العراق من الشمال إلى الجنوب، سوى أنه تجرى انتخابات تصرف عليها مليارات الدنانير، وبعد ذلك تجد عضو المجلس المحلي يجلس في مكانه دون أن يقدم أو دون أن يستطيع أن يقدم أي شيء، ويستلم رواتب ويستلم حوافز وبدل يعني حماية وسيارات وإلى آخره. ما الذي قدمته هذه المجالس المحلية للمحافظات العراقية طيلة الأعوام السابقة منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع المجالس المحلية والجدل حول تأجيل الانتخابات. اليوم هناك حديث بأنه بسبب هناك أزمة مالية وبأن الحكومة لا تستطيع تغطية الانتخابات المحلية وتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. حيا الله وسهلا اخوي عمر. حياك الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا ابن. طبعا هذول يعني ما يقدمون شيء ابدا، ما مجلس المحافظات هم يردون يعني ما تنكشف اشارات مال فساد ما فساد، فهم يجي ياخروها، هم عمرهم ما يخدمون البلد ولا اي شيء يسوونه. نعم. فايش ترجم الناس يعني لا يعرفون اصول العمل ولا اي شيء، يعني هم جايين مدمرون الشعب. نعم. هسه خدمات ماكو، هسه يقولون هسه الموصل حتى شرب طلع بالناس. لا يخدموا لا هي الجهه ولا هاي، يعني هسه بدل ما يسوون يعني لازم يمشون امور الناس، يعني الناس بيها جرب، ادويه ماكو، اكل ماكو، ما يعني منتهين الناس. هذول ما يعتمد عليهم، حتى مال مجلس العوام ما ياخروها، يبي عندهم مصالح بها ان شاء الله. هم جو دمار البلد، يعني هسه يعني ذاك جو جماعه من الموصل جرب كاتلهم يعني بيديهم، يعني ما في جرم، يعني هذول مو بشر، لا يخدمون العراق، لا لهم علاقه بالعراق، لا هم منهم. تعال الله عليهم الى يوم القيامه. نعم. زين، انت برايك اليوم ابو حسن، اليوم الحديث عن تاجيل الانتخابات المحليه بسبب ازمه ماليه، المفوضيه تقول الحكومه ما تقدر تغطي وتقدم الاموال الكافيه لاجراء هذه الانتخابات، شنو رايك بهذا الحديث؟ اخي الفلوس كلها مال العراق، يا امه محمد قبل ايران، يعني كلها لايران، هاي فلوسنا كلها لايران يا اخوان. والله يعني حتى الله اكبر، يعني كل خيراتنا قبل ايران. طبعا الناس يعني تمشي بدون وعي، شنو ما عندهم فلوس، هم كلهم قاموا في ايديهم. يعني تعرف هاي المشاريع اللي بس الخاصة لهم يصرفون عليها، يبنون مولات ويبنون قصور. طبعا يقول لك ما عندي يبني إله. هم دولة يعني جايب بلاء للعراق، بلاء. لا إله إلا الله ونعم بالله. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. معروف بأنه المجالس المحلية في كل الدول هي تقوم على خدمة المواطن، وهناك من يستعيضها بكلمة المجالس البلدية،
يعني هذه تقوم بتقديم خدمة مباشرة إلى المواطن، ولكن كما أشرنا بأن المجالس المحلية اللي موجودة في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن هي فقط مجالس شكلية، تعقد الجلسات داخل مبنى المحافظة أو داخل مبنى الأقضية والنواحي، ولكن دون تقديم أي خدمة للمواطن. يعني على سبيل المثال إذا تحدثنا عن أي أزمة موجودة في العراق، مثلا المعتقلين، يعني المعتقلين اللي موجودين في العراق حدث ولا حرج، لن تستطع هذه المجالس المحلية من فتح قنوات مع الحكومة لوضع حل لهذا الموضوع، موضوع الاعتقالات العشوائية أو المعتقلون الذين يتم اعتقالهم بشكل مستمر. واللي حدث في السنوات الأخيرة معتقلي الرزازة، الصقراوية، جرف الصخر اللي بالموصل، هذه المجالس لم تستطع أن تتحرك وتفتح قنوات مع الحكومة لحسم هذا الملف. أما عن الخدمات فحدث ولا حرج، وسوف نأتي عليها بالحديث عنها تباعا. معنا اتصال أم زهراء من بغداد، تفضلي أم زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى هاي العصابات الموجودة من 2003 إلى هسه، أنا أسأل ماذا عملت؟ هل بنت مستشفى، أو هل بنت شارع، أو هل بنت مدارس، أو هل أي شيء ما سوت من هالأشياء اللي تفيد البلد؟ إنه عصابات جاءوا إلى قتل هذا الشعب وإلى قتل هذا البلد وتحطيمه، وحتى المحافظات والمجالس مالتها كلهم حرامية وكلهم سلابة، فهم جايين لمصلحة نفسهم، لمصلحة إيران. هم نقطنا كله دين طول لإيران والزعولة منا والشمال والإيران وكل الناس المستفيدين منهم، هم يتعاونون ويا الناس المستفيدين فقط، ما ينظرون إلى الشعب، ولا هو شنو صار في الشعب وشنو تدمر وشنو الصحة مالته وشنو أي شيء بيه. فأنا يعني واحد يتعجب يوم بعد يوم، يوم أنقص من يوم أتعجب على هذا الشعب النايم اللي ما يتحرك، هذا الشعب اللي ملتهين بالمخدرات وملتهين بالنرجيلات اللي تمتلي القازينات، كلها مخدرات وكلها سلبيات، وحتى استهتار في هذا البلد إلى ما لا نهاية، يعني إلى ما لا نهاية. أنا أقول أين هيئة الأمم المتحدة أو الناس؟ بس يطلع المالكي ويا صالح، اثنينهم حرامية، يطلعون يحجون على أمريكان، ها يحجون على أمريكان، وشلون يطلعون أمريكا؟ هم بس بلاءهم أمريكا، لأن خوفا من لا يضربون إيران أمريكا، وخوفا لا يصير هدر في العراق. ويعني هو من هو المالكي؟ هو من دمر العراق، هو من سلب ما سلب، وهو بنى ما بنى في الخارج، وهذا ومن هو صالح؟ هم هذول رؤساء الدول الكردستان كلهم طابعين إلى أمريكا وإسرائيل وإيران، كلهم متحدين سوا. إحنا هاي الزمرة الموجودة يجب أن نقف عليها. أم أزهار، أنت من العاصمة بغداد، برأيك قد نمت الأمانة أو المجالس المحلية في بغداد للمواطن العراقي في بغداد؟ والله ما قدمت شيء. إذا غطرت الدنيا فبغداد هاي، بغداد هاي العظيمة، بغداد اللي كانت الناس تجي تحتفل بها تغرق، يعني هي المناطق المهمة، المنصور والكراحة والهاي كلها تغرق، والمناطق الشعبية إلى آخره، فكل شيء ما قدمت. أما المستشفيات فهم أقرأ عليها الفاتحة، كل شيء ما كنت المستشفيات الناس الفقراء يردون أدوية يقولون لهم روح اشتروا من برا، وهم متفقين ويا صيدليات الأطباء يقطعون قطع بالمبالغ الهاي. يعني أي شيء ببغداد، هاي بغداد الحبيبة، هاي بغداد لو تجون تشوفوها شنو صارت، خرابة، جسر السريع اللي صار له من عهد صدام، هو بناء وسواه وكان عليه إدامة دائمة،
لكن هسه بحيث تفطر بحيث السيارات من تمشي اوقات تنقلب اوقات حتى تعمير ما بيها، واذا يردون يعمرون فيرجعون بالنهار يخلون الناس مضايقه ما تقدر توصل لدوائرها الازدحامات والهادي، فما ماكو فكر عندهم، هذول فكرهم بالفلوس والسلف فقط، هذول حرامية من راسهم إلى أساسهم، وحكومة متوالية من 2003 نعم. إلى هسه هم في محط الزبالة حشاك نعم. وإحنا أنا بس أفكر بهذا الشعب اللي ما راح يصحى، يمتى يصحى وراح يمتى يفكر بمصلحته وبلده ونفطه وماله يروح لإيران وغير إيران، والدول تتفرج علينا والعصابات والقتل والنهب متوالي في البلاد. وأنا أشكرك. أشكرك أم أزهار من بغداد، كانت معنا اتصال أبو محمد من الديوانية. تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بما قدمته أو ما الذي قدمته المجالس المحلية للمواطن العراقي؟ والله يا أخي والله في شيء ما قدمونا، والله تجي تشوف أنت محافظات العراقية كلها، شفت لك محافظة حلوة مثلا منظرها كله، نعم، شفت لك محافظة فيها خدمات ماكو، فهاي هي مصلحة فيها، يعني شلون تقول يستفادون منهم هاي المدة من أجل الانتخابات وهذا. نعم. تجي للديوانية، محافظة احنا ديوانية منتهية، في يعني تشترون بيت، يعني أفضل محافظة بالعراق هي الديوانية ومحافظة المثنى. نعم. فأخي من يجون انتخابات هذول؟ يدون يستفادون. يعني عندهم مشاريع شلون تقول يعني يخفون، يدون فلوس بعد يخفون، يعني ما يكفيهم اللي خذوه. نعم. هذا اللي خذوه كله ما قليل، يعني نسبتهم عندهم اللي خذوه. وكلها هاي تعال شوف الدمار اللي عندنا وشوف شوارع ماكو عندنا. ورئيس رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان خمار كل بين شهر وشهر تقابل لبنان بيروت هناك يقضيها سياحة، أذربيجان، شعب إيران، هم هيك كلهم من الأعضاء، مو بس هو يعني الأعضاء مال محافظة الديوانية كلهم هيك. نعم. وكل واحد يمتلك له تقريبا 400-500 وبمناطق راقية ومشاريع بتحب. نعم. يعني شو تريد؟ ما يأجل انتخابات ليش ما يأجلها؟ يأجلها ويرتاح يعيش بهالفلوس هاي. وهاي الفقرة قاعدة صافنة. تنتظر الله يا اخي، الله يقول لك اسعي يا اخي، قوم انت تتمون عن فيه الله يدور يفرج عنك، انت جاي تعيد، انت جاي تطي صوت، انت جاي تتكونهم بهم، انتوا يا محافظ الديوانيه انتوا ناس تصيحون احنا انقهرنا احنا ذبحنا، هو انتوا جاي تجيبهم، انتوا المنصب جاي نباع الديوانيه بالملايين وبالمليارات بعد يا اخي، ما فيش حكي، ما فيش دوله بطن دوله تحكمها بغداد، وبغداد من ناحيه توزعوا أنا عندي دليل أن بغداد تبيع مناصب الديوانية من بغداد، من ناسا، من المالكي ومن عادل عبد المهدي ومن هادي العامري على التليفون باع المنصب. نعم. هادي العامري ياسر خابر من الديوانية خلوا فلان رئيس مجلس، المالكي خابر خلوا فلان محافظ وينباع فلوس، لو يشيبون يروحون يودون المالكي يعطونا من ناسا من بغداد ودولة من هنا قاعدين في طي الفقرة وضايع عندي هنا. بس ما أدري لو أنا حنوصل ما أدري، بس حتى المناصب الحكومية جاي يبيعونها جاي هم هذول. نعم. يعني لا مثلا هذا الشعب نايم، هذا شو يسوي للشعب اللي يتحرك؟ حتى مثل قناه الكريمه تحكي من الصبح لليل، ما ابو قناه، القنوات كلها تابعه للاحزاب، كلها صحيح العراق خير، قناه العراق ليش تقول لك العراق جنه؟ تخليه خير بامان وتخلي بي، يعني تعال شوف الزبل تكرمون حاشا السلام، اهرامات من الزبل، اهرامات. نعم. دومه بالزبل ما في شال، يعني يا اخي لا مثلا هذا الشعب يصحى ما ادري، يعني انا جاي اشوف الناس يعني يحكي وهو يساقط يا اخي. يا اخي انت تدبيهم فازي ليش تنتخبهم؟ بعد كم يوم يجون ليك يقعد بيتك ويشرب له شاي وانت خفت وطيت صوتك وصيح صوتي وزين خلطات وقلت صوتي، يعني لا مثل يا اخي حسوا خافوا الله والله. زين ابو محمد، شنو رايك بالكلام اللي قالته نعم. المفوضيه احنا ما نقدر نسوي الانتخابات لان احنا ما عندنا فلوس تكفي المفوضيه؟ نعم. شو تقول المفوضيه ما عندنا فلوس؟ تقول ما نقدر نسوي انتخابات لل مجالس المجالس المحليه لان ما عندنا فلوس. ما عندنا فلوس، لا انا عندي فلوس اعطيهم لا الله يعطيك عشان نعم. لك الله الخيانه، جاب ذولا وساقطين وذولا جونا من برا من ايران، جونا الله وكيل ذولا كله تربايه خامنائي وضعت. ذولا تربايه خامنائي الله وكيل، خسروا العراق ومدونا المرض. والله اكبر يا علي والرقاج يا فريد. كان ما سال جينا وروسنا وروس الدهاب. وبس تعطيهم قطن، وتعطيهم بكي. بس هاي تهم يعني.
نعم. يا اخي والله فشل علينا، يا اخي فشل علينا، يعني احنا محتارين بس بمناظر ونفتح على الحسين شديد. يا اخي وين صار الحسين؟ يا اخي الحسين ثوره الحسين، يا اخي الحسين كرامه. انت يا اخي من لك كرامه؟ تعال سيق عند الزباله في التعليق. يا اخي ما يصير والله استاذ عمر، يعني انا متعجب يا اخي طاقه برمعنا هذول الشيعه ناس يا اخي. ليش تساوي؟ يصيحون الله اكبر يا علي، وينكم؟ وين علي الحسين؟ وين عدتوا وراكم؟ هو الحسين نفسي ما خلصان منهم من البوق مالتهم من العتبه. تجين دول صح دول فلوس ما تقول للدوله، ما شبالها مع الدوله. لا انا عندي فقير اليتيم تطيره. نعم. والله مشكله يا اخي. أنا أشكرك أبو محمد من الديواني، أشكرك أبو محمد من الديوانية. معنا اتصال أبو بلال من بغداد، فضل أبو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك ولكل الأخوة في القناة. حياك الله يا أهلا بك. الله محيك أستاذ عمر. يعني من خلال المتصلين يعني يكادون يجمعون على أمر واحد، أن هذا الشعب نائم. يعني كل الاتصالات الصبح حول هاي النقطة، وفعلا هذا الواقع. وصدق الذي قال: أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا. أذكر أستاذ قبل سنة مثل هيك يوم 14 شباط رحت الحارفية، كنت كان عندي مريض وديته. شق أستاذ عمر من الحارفية إلى جنوب بغداد اللي حوالي 40 كيلومتر وصلتها يمكن بساعتين. ليش؟ ازدحام الفالنتاين. نعم. اليوم من هسه بدل الزحام، ازدحام الفالنتاين، يعني قناتكم وكل شريف تصدح بصوت الحق وتحاول تصحي الشعب النايم المقروض، بس الشعب هو سبحان الله هو رايد الأذى نفسه. يعني انزل بغداد وشوف الان استاذ، والله العظيم حتى في باريس ما فيش، تعال شوف الالوان حمراء، حتى الصمون اكو فرن صمون في المنصور قام يسوي لي صمون احمر مال فالنتاين. شو يسوون؟ يعني كانما الشعب عايش ابو بلال يسوي صمون فالنتاين استاذ. صمون؟ فالنتاين احمر والله العظيم يا استاذ عمر. شلون الصمون تصير حمراء؟ زين اساله هذا حشاك ما عندك انت الله. لا زين واقدر اقول لك، اقدر اقول لك اسم الفرن بس اتنسر على العالم شو اسوي؟ زين موجود بالمنصور بشارع مطعم الساعه. ماشي. زين والعالم عليه كتب اليوم هذا. يعني يا اخي هسه والله احيي هذا الاخ ابو محمد، يعني والله كله غير ابو الديواني هذا، جزاه الله الخير. اقول له تفكيرنا احنا السنه والشيعه مثل تفكير هذا الاخ ابو محمد، والله كان ما صار من اللي صار يا اخي. يعني احنا وين والوضعيه وين؟ مجالس محاضرات حضرتك تساله يقول ليش مزوم، يقول ما عنده فلوس. نعم. زين بالله عليك وكلام صحيح والله من يقولون ما عنده فلوس. زين هو ابو بلال يعني هو ما عنده فلوس الحكومه تسوي انتخابات جديده للمجالس المحليه واللي ما تقدم شيء، حالها كحال الحكومه، حالها كحال البرلمان. زين مين العد مين ياخذون رواتب؟ يعني رواتب اكو يرحم امك، بس يعني انتخابات جديده ماكو يوم ماكو فلوس. نعم اي استاذ، لان هم مقسميها بيناتهم، فاذا يشوفون ورا التقسيم ما يبقى شيء للانتخابات. هم مقسميها. نعم. اللي يقبض كل شهر مليار ونص مليار هذا طبعا ما راح تشوفه خزينه. ثق بالله استاذ، البارحه انا طبيت بمحافظه مجلس محافظه بغداد عندي شغله. نعم استاذ، 10 موظفين قاعدين شو يسوون؟ ينطوق قصاصة ورقة، يراجع مثلا ذاتية، يراجع الأفراد، يراجع كذا، الورقة تخليها تشبك وتطب جوال، ما حد يقول لك وين رايح وين جاي، ترجع ورا ساعتين تتقابل 10 موظفين كلهم قايمين، هاي العشر موظفين كلهم تاخذ رواتب، وشوف ايش قد الناس عايشة هسه بالحيلة وعايشة بالكلاوات. يعني احنا للأسف أستاذ عمر مكيفين بعزاهنا، شلون البزون؟ احنا مكيفين بعزانا، يعني بطالة مقنعة، يعني والله كلها كذب في كذب، نص الخزينة جاي تروح حوائط في شبك. في وظائف لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من الجوع. فاذا استاذ عمر والله العظيم من المهزله ان نتكلم ونقول انتخابات ومجالس وغيرها. نعم. مثل ما قالت اختي ام زهر، يعني هاي المره انا بساطتها، بس هي تعرف انه خزينه العراق كلها بايران، كلها بايران استاذ الحصار صار من زمن اوباما لحد الان على ايران. شلون كسروه بروسنا احنا، ميزانيه راح للحوثيين والحزب نصر الله تقول ايران، الله وكيلك والجيوب البرلمانيين. نعم. واقول لا حول ولا قوه الا بالله، وظل يا شعب العراقي نايم، هابي فالنتاين، والله العظيم حشاك وحش عمر، اقول له الا طيح حظك يا شعب العراق، وانا اشكرك استاذ عمر. لا، انا اشكرك ابو بلال من بغداد، دائما نؤكد بان المتصل يدلو برايه وهو يعبر عن رايه. معنا اتصال ام عمر من الموصل، تفضل يا ام عمر. ام عماد. تفضل يا ام عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا ام عماد، شلونك؟ اخويا نحن من الموصل، يعني كل شيء ما اكو بيها،
الله الوكيل، لاكو خدمات، لاكو شيء، لاكو هاي، غير يجي هو المحافظ رئيس الوزراء يعملون شارد حال مع هاي المحافظة، كل شيء خدمات ما بيها، والعالم بطالة أكثريتها، هو ما يقبله يعني هكذا. يعني هي فرد مرة محافظة نينوى هي المنكوبة، يعني ما يصير هالشكل، غير ينتبهوا له. واحنا عندنا المفقودين، احنا عندنا المفقودين ما يسلم عليهم يطالبوهم. انا طلع اسم ابني بسوريا، ايش ودانا على سوريا من العراق على سوريا؟ ما يطالبون بيهم الحكومة العراقية. نعم زين ام عماد، هذا الدمار اللي صار بالموصل، المجالس المحلية البلدية، خلينا نجي بلدية، ايش قدمت؟ ايش قدمت الموصل؟ رفعت انقاض، بنت شيء، بلطت شارع، سوت مجاري؟ لا شيء والله ما يعملون، يعملون شارع يطلعون بالتلفزيون يقولون عن عمر عم نعمل، يعني هكذا فرد مرة؟ نعم ايش ما يعملون والله، الله اكيد يبلطون الشارع يقولون بلطنا، والله اصلا الموصل فرد مرة معدومة، كل شيء ما بيها، خدمات ما بيها، تجي ورقة الماي 60,000، تجي ورقة الكهرب، والله لكم ماي، هيان البوري مالنا والله ماي ما بينه. نعم. يعني أنت تشوفين مجالس المحلية يعني ما قدمت شيء للموصل؟ والله ما قدمت، والله أكثرية العالم والله قاعدين بطالين، هذولكم الزلم قاعدين والله العظيم، أنا استعديت من هذاك الجانب. نعم. والله كل شيء معكم. يعني وضعية تعبانة، تعبانة حيل بالموصل، يعني ما يصير الشكل، ونحن نطالب بالمفقودين والمستوجناء لازم يسوون شارط حال، تعبت العالم والله نفسيتنا تعبت، يعني ما يصير الحكومة لازم تنتبه لنا، يعني فرد مرة تعبنا ما بدينا شيء. نعم. ليش الصحبة صايرة بالموصل؟ فرد مرة خلي تبغونا الحكومة. نعم. أني أشكرك أم عماد من الموصل، كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. تقول ام حسن السلام عليكم، تقول انا من قضاء داقوق، تقول في عام 2007 في مدينه الخالص قتل 2 من اخواني نتيجه الطائفيه في مدينه الخالص وبدون سبب، وبعد فتره تم اعتقال اخوان اخوي الاخر وابناء اخواني وحكم عليهم بالاعدام وبدون اي سبب. تقول اطالب الحكومه بالافراج عن المعتقلين وشكرا. رسالة أخرى تقول فيها أو يقول فيها أخي عمر كلام، الكلام ما يفيد، يقول لأنه الناس ما يستحون على أنفسهم، صعدوا للحكم برأس الفقراء والمساكين، فعلينا كشعب مظلوم إحنا لازم نكون وطنيين، نوقف إيد بإيد لحين طردهم من العراق. رسالة أخرى يقول فيها، يقول المجالس المحلية لم تقدم أي شيء يصب في صالح المحافظات، ولم تقدم خدمة إلى المجتمع في هذه المحافظات، خصوصا الإعمار أو إعادة حقوق أهالي المحافظات. كذلك البرلمان لم يقدم أي وعود حقيقية للأهالي، لأن من في المجالس المحلية والبرلمان كلهم من المحسوبين على إيران، فلا تتوقع منهم أخي عمر أي شيء يقومون، سواء فسادهم وسرقاتهم منذ العام 2003 ولغاية الآن، فأين هم مع كل ما يحدث في البلد، وهم منشغلون بمصالحهم ولا يلتفتون إلى أهلهم. يقول الحل الوحيد لخلاص البلد من واقعه هو إزاحة هؤلاء الطغمة السارقة الفاسدة والقضاء عليهم بالثورة عارمة، وإيجاد قادة وطنيين
يكون همهم إعادة حقوق العراقيين الشرفاء الأصلاء. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم سلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. يا أهلا بك يا أهلا بك. أستاذ عمر، إحنا نقول بالرغم من كل الأصوات اللي تطالب بإلغاء المجالس المحلية والمجالس البلدية اللي تستنزف أموال الدولة، لكن السادة المسؤولين مثل ما يقول المثل إذن من طين وإذن من عجين. نعم. المجالس المحلية والبلدية حالها حال بقية المؤسسات. نعم. رشاوي وفساد، وهذا يعين بنته والآخر يعين أخوه، وعلى هاي الشاكلة. يعني بس نريد نعرف شنو فائدة بقاء هاي المجالس؟ هي قدمت شيء للشعب؟ حلت مشاكل المواطن مثل العاطلين عن العمل، حل مشكلة التعليم، حل مشكلة الصحة؟ وبظل هاي الحكومة طبعا العراق كلها مشاكل. نعم. بين فترة وفترة نشوف اللي دا يصير باجتماعات المجالس المحلية، إعراق وصياح وغلط وكل هذا بيناتهم، وآخرها اللي شفناه بالمجلس المحلي بدياله شلون صارت الهوسة والعركات والصياح والغلط بيناتهم. يعني أريد مواطن واحد يطلع ويقول أنا استفاديت من المجالس المحلية والبلدية. نعم. تروح راجع على ختم تأييد سكن، هذا شيء بسيط، تدخل على الموظف تنطي تأييد السكن اللي أنت جايبه من المختار، يطلب منك 5000 دينار، وهاي صارت والله العظيم وياي وأكثر من مرة. يعني ما يكفيهم الظلم اللي يعيش المواطن العراقي اللي إذا يراجع أي دائرة من دوائر الدولة لأي سبب كان إلا يدفع المقسوم للسيد الموظف. طيب إذا المسؤول والبرلماني والمعمم يأخذ رشوة وساكتين عنهم، شلون ما يأخذ الموظف؟ ومن تريد تعترف وتنتقد وتطلع تتظاهر يقولون عنك أنت بعثي أو داعشي. نعم. وخلي يسمع الشعب العراقي المسؤولين واللي يقولون بأن هم سياسيين وكانوا قبل طبعا يستجدون وما عندهم حتى الجداشة نظيفة يلبسوها مثل نور المالكي، يطلع قبل يومين أو 3 أيام ويتهم الشعب ويقول المجتمع يعاني من أزمة أخلاق. هذا نور المالكي يقول المجتمع يعاني من أزمة أخلاق. اسمعوا يا شعب. نعم. يتهمكم بأن أنتم بدون أخلاق، وهو وزمرته اللي دمروا البلد وسرقوا كل خيراته يحملون أخلاق عالية ومنزهين، خطفوا وعذبوا وقتلوا وهجروا ملايين الناس، وبالنهاية يقول المجتمع يعاني من أزمة أخلاق. خلي نشوف شنو راح يكون رد الشعب عليه. ومثل ما قال الأخ أبو بلال قبل شوية اللي اتصل، فعلا الشعب نايم، لكن إلى متى راح يبقى نايم؟ إذا أنت يا شعب ما مستفاد من خيرات بلدك، وأولادك معتقلين وعاطلين عن العمل البقية ومحرومين من كل خدمات، وانتوا ساكتين، طيب الى متى؟ هذا اللي نقوله، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الزمرة اللي تسلطت على رقابنا من 2003 الى هسه ودمرت بلد باكمله. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. زين، نفس التساؤل اللي طرحته على ابو بلال ابو ناصر، الجماعه يقول لك بنقدر نسوي انتخابات لان ما عندنا فلوس. يا اخي هم منو قال لهم انتوا سووا انتخابات وخلونا هاي المجالس المحليه؟ احنا شو مستفادين من المجالس المحليه او البلديه؟ انتم من مصخم وجوهكم وقال لكم بقوها؟ اشو هي باب من ابواب الفساد انفتحت علينا من جديد؟ سرقات ونهب، وحتى من كانوا يجيبون مساعدات منظمات تجي وتجيب مساعدات وتربيها للمجالس البلديه والمحليه يوزعوها للمواطنين على البطاقه التموينيه على اساس تلقي الناس متجمهره وكل واحد ينتظر الدور، وهذا يختم له ورقه وذاك يختم له ورقه، وبالاخير يوزعون العشره او 15 واحد والبقية كلها ولا واحد مستفاد منها، وتروح بطون السادة أصحاب اللي قاعدين وراء المكاتب المجالس المحلية والبلدية. يا أخي والله مريت هالمجالس المفخمة هاي، من مفخم وجوههم وقالهم تعالوا يسوونا مجالس بلدية، وشنو اللي قدمتها هاي؟ إذا عندكم فلوس وإذا ما عندكم فلوس، أنتوا 24 ساعة تبتون سنين من 2003 إلى هسه تبتون وتقولون إحنا ما عندنا ميزانية وما عندنا ميزانية تكفي، وهاي المليارات اللي انسرقت كلها، وصيحون ما عدنا وما عدنا، وهاي الأملاك اللي تملكوها بداخل العراق وخارج العراق، وأولادكم متمتعين ونسوانكم متمتعين وبناتكم متعينات كل واحدة ب10 ملايين دينار بالشهر، وتقولون ما عدنا إمكانية وما عدنا فلوس. يا أخي مريتها، يا الله أكبر مريتها. انتبهوا لحال الشعب، انتبهوا لحال هالمواطن هذا المسكين اللي قاعد يدور بالقمامة في سبيل يحصل لقمة. إلى متى يعني أنتوا تبقون؟ ما شبعتوا من 2003 إلى هسه؟ كافي والله العظيم أستاذ عمر، كافي. يعني الشعب لازم يثور ضدهم، ما يصير الشعب يبقى ساكت إلى الوقت هذا. من 2003 إلى هسه هم يستنزفون بي، لا صحة لا تعليم لا تعيين،
لا مي صالح للشرب، لا كهرباء، لا تبيير شوارع، لا مستشفيات، لا مدارس، والشعب ساكت الا متى تبقى ساكت؟ يعني بس تطلع انت بس تعرف تطلع تصيح هيهات من الذله، يعني بعد شكو اكثر من هالذله اللي انت عايش فيها. بس شوف انت دا يدمروك نفسيا، يعني شنو تنتظر؟ تنتظر يطبون عليك لداخل بيتك مع احتراماتي للي يسمعني، وانت يكون عرضك قدامك يلا تنتفض؟ ما يصير يا استاذ عمر، يعني ما يصير الشعب يبقى ساكت، يعني الشعب اللي يريد يعيش بعز لازم يطلع يدور مثل ما قال الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، عجبت لمن لا يجد القوت كيف لا يخرج شاهرا سيفه. يعني الى متى تبقون انتم ساكتين؟ نعم هذا اللي ننتظره من الشعب، واذا يريد يعيش بذل بعز لازم يترك الذل هذا اللي عايشه ويطلع نعم. ضدهم وبثورة مسلحة ضد كل هاي الطومة المجرمة. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول أخي عمر الحل بيدينا، لازم نقوم بمظاهرة ضد الحكومة الظالمة. علي البرزنشي من الإمارات يقول كيف يكون هناك شرعية لأي انتخابات للمجالس المحلية أو للبرلمان أو حتى لرئيس وزراء الذي لم ينتخبه الشعب بل وضعته الأحزاب بالاتفاق بينهم؟ أخي الكريم يقول فقط 20% من العراقيين انتخبوا وهم من الموظفين، و80% من العراقيين لم ينتخب. نحن لم ننتخب أحد، هؤلاء ليسوا بحكام العراق الشرعيين، وهذا سبب خراب مدن العراق، لأن الشعب لا يتعاون مع حكومة لم ينتخبها أو أعداء العراق هم من المعممين الذين يقول أول أعداء العراق هم من المعممين الذين أوصلونا لهذا التخلف. رسالة يقول فيها السلام عليكم أخي عمر ولكافة كادر قناة الرافدين، يقول ماذا قدمت مجالس المحافظات أو المجالس البلدية للمواطنين؟ اقتراح يكون السؤال هو ماذا قدم المواطن للمجالس مجالس المحافظات أو المحلية أو البلدي؟ سنجد بأن المجلس استفاد كثيرا من المواطن. يقول عزائم باستمرار، رشاوى لكل خدمة، تعيين أهله وأقاربه بدوائر المحافظة، فوائد كثيرة. بالوقت نفسه أن هذا المجلس حلقة مفرغة تستنزف من ميزانية الدولة الكثير، نقترح إلغاء المجالس المحلية. أبو نور الحسن من بغداد معنا اتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أستاذ أني أعقل على كلام أبو ناصر. نعم. يعني يطلب من الشعب العراقي ثورة، هذه شكس رح يثور الشعب العراقي، صار لكم 15 سنة يعني عافية شعب، ما يعني ما هزتكم مثل ما يقول ذاك الشخص إنه في الشوارف على العراق وعلى سيادة العراق وعلى ثروات العراق وعلى الفقر وعلى انعدام الخدمات والمعاناة اللي يعانيها المرأة. المرأة من عندما تغتصب في العراق أعتقد أنهم بعد ماكو غيره أستاذ. فلهذا إحنا إذا سووا مجالس يعني محلية أو مجالس المحافظات ترى ما عندنا أي إحنا أي شيء يعني ما ينظر إنه أكو في التغيير. وحتى إذا سووا انتخابات إحنا شنو نستفيدين من المجالس المحلية؟ نعم. البزون يقول في أحد تصريحاته يقول إنه 240 مليار هو هذا رصيد المسؤولين بالبنوك الخارجية. زين هاي منين جابوها؟ طبعا راح يقول إنه الحكومة العراقية ما عندها فلوس حتى تحضر للانتخابات. وإحنا شو نسوي بالتحضير للانتخابات؟ كلها أوراق وأقلام بالمليارات وما أدري شنو وصناديق وهذه. كلها يعني كلها هيك إهدار للثروة والعراقي ميت من الجوع. أستاذ هسه إحنا إلى هسه يعني العراقيين ما اهتموا الوضع اللي عايش فيه العراقي. إحنا تحت مؤامرة كبيرة إسرائيل وأمريكا وإيران. إيران هسه إحنا صدنا ساحة قتال. إحنا هسه إيران بتحشد بقواعدها الموجودة في العراق حتى في سبيل إنه تسوي لك فالشغلة ضد إسرائيل وضد أمريكا حتى تهددها في سبيل إنه تشيل العقوبات اللي عليها. نعم. من دي يسندها الحكومة العراقية؟ ماشي أم عبد الله تمام. نعم. أوكي هذا الكلام كله واضح ومعروف. أريد أسألك عن المجالس المحلية، شنو فائدتها من العام 2003 لغاية الآن؟
والله استاذ انا افوت المجلس المحلي منطقتنا هو عباره عن غرفه صغيره وفيها قنفات مكسره، واللي قاعد اللي بالمجلس المحلي انه قاعد يمكن ما مخلص ابتدائي لو متوسطه، وقعنا اوراق وبس هاي نصعدنا شغلات وموقعنا وياخذون من عندنا 1000 1500 ونطلع. حرام ايش قد حاولنا في منطقه انه منطقتنا يقومون بعمليه تذليفه والله العظيم 6 سنوات هسه بلطوها تذليف عمياوي لا رصيف ولا شيء، يجي الماي مال الامطار تنترس الشوارع كلها بالمياه. استاذ من يصير امطار هوايه وتوزع الحكومه مبالغ للمتضررين، اول ما يقومون بتوزيعها الى ناس معينين من جماعتهم والله العظيم بيوتهم بالمرطور وكل شيء ما بيها، بس ياخذون تعويضات على حساب الفقراء والمساكين. اذا احنا هذا الشعب هذا بشعبنا احنا ما نحس، احنا هسه بنحس انه عيد الحب اكو، نشوف القعدات اللي النساء والشابات والشباب كلهم بالشوارع وقاعدين نص الليل بالمنصور يحتفلون بعيد الحب. يا عيد يا حب لك، واحنا وصلنا الى مرحله وقعنا بالهاويه، بس هاي بقت يمر بالعالمين اذا طلعنا من عده. وبعدين لا تنسى استاذ احنا كشعب بشيعتي وسنتي احنا لا نستحق الحياه. لا لا مو لهالدرجه، لا 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 ام عبد الله، لا 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 نعم نعم لا يا ام عبد الله يا ام عبد الله يا ام عبد الله احنا بدنا نتحدث دائما نتحدث في موضوع محدد، نريد راي المتصل مشاهد حضرتك او غيرك. ليش نخرج دائما عن دائره الحوار ونتعصب ونطلع ونقوم انه والله الشعب ما يستحق الحياه؟ على كل حال انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا اتصال ابو احمد من الرمادي. ابو احمد انت من الانبار، ايش قدم المجلس المحلي لمحافظه الانبار للمحافظه؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر بالنسبة للانتخابات كلها فاشلة وتزوير، إيه من تأسست هاي العصابة ولا هذه الساعة؟ نعم. وهاي مجالس المحافظات عامة كلها مو بس الإنبار، كلها هدر بأموال الدولة وأموال الشعب، والله ما فايدين إلا أنفسهم. يا أخي كان محافظ بعاصم دامعتين، محافظ ونائب محافظ ومدراء عامين وبس. ماكو هدر بأموال الدولة وإنجاز عمل على العالم جاي تشتغل صورة صحيحة، لا بوك لا فريد شيء، كل من ماشي بطريقه من يقدر ياخذنا 1000 دينار هسه مليارات مليارات طلعت كلها هدر وبوك وبس الله بخليهم على البوك، أي إنجازات ماكو، كافة مجالس المحافظات وكلها هدر بأموال الشعب. وحكومة فاشلة إذا ما ترجع لنا جيشنا الأولي وشرطتنا الأولي وحكومتنا الأولي العراق ما يصفى، وإحنا نطالب بحكومة إنقاذ وطني. أنا أقول لك مجلس المحافظات كلها فاشلة، هذا ربما الشعب العراقي. وإلا ترجع لنا الحكومة الأولية وجيشنا القبيل وشرطة القبيل، يلا العراق يصفى أستاذ عمر، ولا البلد انتهى راح انتهى راح بيد امريكا وبيد ايران وبيد اسرائيل، واحنا صرنا مثل منتخب مال طوبه يلعبون بينا. احنا نريد الشعب العراقي يحس على نفسه، نريد احنا بالجنوب، نريد الوسط، نريد الامه العربيه، نريد الناس ترحم من الشعب العراقي. نعم. انا اشكرك ابو احمد من الرمادي، كان معنا اتصال اسماء من ديالى، تفضلي اسماء. تفضلي اسماء. تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التحية لك ولكل سادة القناة. أهلا وسهلا بك. طبعا أستاذ عمر أنا هم قبل شوي سألت من الأخ قلت قدمت الحكومة المحلية لكم. أستاذ عمر إحنا بديالة أكو ناحية يعني تابعة لنا أستاذ يعني إذا أذكر اسمها عادي. هي اذكر اسمها ليش لا؟ ناحية قرطبة. نعم. تابعة قريبة من جلولة، قريبة من منزلي، قريبة من هاي المناطق. فأستاذ عمر أحكيها بكل صراحة وكل جرأة ولا أخشى من الله لومة لائم. أنا طبعا ابن خالتي هو رئيس مجلس بلدي هنا. نعم. يعني أحد أقربائي ابن خالتي، طبعا أستاذ عمر تجي فلوس
طبعا تجي الفلوس ينطون على اساس يعني يبلط الشوارع، يعني يسوي خدمات هنا، كهرباء، هاي يعني هاي الشغلات اللي هنا تجيهم فلوس هواي، فما يقدم اي شيء للمواطن بهاي الناحيه. الفلوس كله باني كله بيوت ما شاء الله، كل مكان عنده بيت، بيت ابو القاطين ابو ثلاث قواف، يعني هذا منين استاذ عمر؟ هو بس عنده راتب واحد، منين هالبيوت غير من بيوت الشعب اللي تجي بهاي الناحيه الفلوس؟ ويعني حتى ويا الاقرباء ما يحكي، حتى ويا انا يعني، يعني ابن خالتي والدتي خالته حتى ويا انا ما يحكي، ما يحكي لا يسلم لي انا فلوس. ما شاء الله شلون صاير يعني شايل خشمه حشاكم، يعني الفلوس شلون تسوي بيه؟ يعني ما يحكي حتى ويانا، ولا ويا المواطن يحكي، ولا يقدم شيء للمواطن، لا خدمات لا شيء، بس الفلوس يبني بيه بيوت. نعم. هاي لكم هاي المعلومه. نعم. حتى المواطن يعرف المسؤولين او السياسيين او اللي يعني شلون يبغون فلوس الشعب. نعم. أنا أشكرك أسماء من ديالى كانت معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول أخي الفاضل أود أن أبين لكم بأن الحكومة الحالية وسابقاتها تعمل لأجندات خارجية، فسرقة النفط وبيعه بسعر زهيد يذهب لجيوب الفاسدين ومن نصبهم على الكراسي، لكن متى يفهم الشعب العراقي بأن ثرواته وخيراته للأجنبي وليس لأبنائه؟ يجب التغيير والتعبير عن الإرادة وأخذ الحق من أنوف الفاسدين وطردهم. يقول كافي ننتظر ترامب وأزلامه للخلاص منهم. إذن أعزائي المشاهدين، تحدثنا في هذه الحلقة حول موضوع المجالس المحلية في العراق، ماذا قدمت هذه المجالس المحلية منذ العام 2003 ولغاية الآن. أجمع المتصلون بأن هذه المجالس ليس لها أي دور، فقط لسرقة أموال العراق، ولن تقدم أي شيء للمواطن وللمحافظات العراقية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.